كتفاني اش هي المحتمل بغيتي تبان سيري هنا جوكي لا خليك انا عاد انا شنو سميتها الله يسرها رجاء رجاء القرار خليت ماما ياك غنديرو لك ليا ها غندير لك ليا رجاء سميتها رجاء غدينا البث المباشر إذا متابعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة الدار البيضاء. ومعنا اليوم حالة اختفاء لشابة في مقتبل العمر، اليوم في عمرها 30 سنة. الاسم ديالها رجاء من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة أناسي. عندها إعاقة ذهنية، خرجت مشات عند الخياط وبقاتش رجعات. السلام عليكم لالا. السلام عليكم. انتي عمتها؟ أنا مرات عمها. مرات عمها، تفضلي لالا. السلام عليكم. كنشد الناس اللي شافوا هاد البنيه، راه بنتنا وخرجات عيانه مسكينه مريضه، خرجت تجيب جلابيتها من عند الخياط مابقات رجعت. اليوم 10 ايام خرجت، نهار 21 في شهر 6 ومابقاتش رجعت. حنا ما عرفنا فين هي. كنشدوا الناس اللي شافوها ولا اللي عرفها فين كاينه يتصل بينا. البنت راها ما تشرب الدواء وما داتوش معاها، وراه ما تتنعش الا ما شربتش الدواء. كانت شاربه هذيك الساعه الدواء؟ لا بالصباح ما عرفناش. لا لا شاربه واقيلا ديال الصباح. عطيني رقم التليفون ديالكم. 06 89 72 26 72 26. تفضلي لالا. الوالدة ديالها راه عيانة ما قدرتش تهضر، وأنا تنهضر في بلاصتها لأن الصديقة ديالي. الله يرحم الوالدين إلا شتو هاد البنية ولا عرفتوها فين كاينة خبرونا بها، راه حنا بغينا نعرفوها فين كاينة، بغينا نطمنو عليها. حتى إلا كان عند شي حد اللي نتهلي فيها ولا هذا، غير يطمنا عليها باش نعرفوها فين كاينة. عمرها ما خرجتش بهاد الطريقة. عمرها ما خرجت بهاد الطريقة. هي كتخرج مع الوالده ديالها، كتمشي معها. حقا حنا كنشوفوا امها حاضيه معها، ما كتبغيش تخليها تمشي، تتخاف على تلف ليها حيت ما كتعرفش. الا مشات غير بعدت شويه ما كتعرفش ترجع للدار. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي نعاودوا نبينوا الصوره ديال رجاء. كيف ما سبق وذكرت، رجاء في مقتبل العمر، في عمرها اليوم 30 سنه، خرجات في ظروف غامضه. نذكر مشاهدينا مسكينه راها مريضه، عندها اعاقه ذهنيه، اللي شافها او قدر يتعرف على الصوره ديالها الله يجازيكم بخير، يحاول يتواصل بالعائله ديالها. التليفون ديالهم هو 06 89 22 26. كيف ما كتعرفوا قلب الام حساس، مسكينه ما كيجيهاش النعاس، متالمه الغياب ديال الابنه ديالها، ما عارفاهاش اشنو طاري ليها، ما عارفاهاش فين كتنعس، ما عارفاش بزاف د الحوايج عليها. فالله يجازيكم بخير اللي حاول يتعرف على الصوره ديال رجاء. رجاء شابه يعني كيف ما سبق وذكرت مره اخرى، مريضه اعاقه ذهنيه، يحاول يتواصل بالوالدين ديالها الله يجازيكم بخير. وحاولوا تبارطاجيو اللايف باقصى ما يمكن. انت قلتي مرت العم ديالها، كتشوفي امها مسكينه كيف معذبه عليها، كيف ما حنا ما كيجيهاش النعاس مسكينه. ما تضل كامل النهار وهي كتبكي عليها، لان الدريه ماشي مشات على خاطرها ولا هذه الدريه، هي عندها شي ظروف اللي خلاتها تخرج لبرا، اللي خلاتها ما ترجعش لدارهم. ما يمكنش تكون الدريه زعما حدا هي الخياط وغادي ترجع. ما جاتش لهاد الساعه، والوالده ديالها عيانه بزاف ما قداش تتهضر. حنا دابا تنهضروا في بلاصتها. واش كان عندها شي مشاكل؟ ما عندها حتى مشكل، ما عندهاش حتى مشكل، ما تتعرف والو، ما كتحسش بالمشاكل. انا نقول لك هي ما عندهاش شي غير اللي دوا معاها كتيق به، اللي ضحك ليها كتضحك معاه، ما تتعرف والو.
اللي هنا عندها الاعاقه ديال الصح ماشي زعما غير هذا. الا شتيها تقول راه لاباس عليها تتنسى. الا شتيها تقول لاباس عليها، ولكن هي راه ما تتعرف والو، ما تتعرفش، ما تتعرفش، ما تعرفش الخطر من راه غد راه في الامان، ما تتعرفش هاد الشيء. اذا واضح لالا، واضح. كنتمنوا من المشاهدين يحسوا بكم، يحسوا بالالم اللي كتعيشوا هاد الايامات. 12 يوم ديال الغياب ديالها اختي، 12 يوم. 12 يوم راه من نهار 21 في الشهر فاش خرجت شهر 6. اذا اليوم راه جوج ولا واحد. اذا 12 يوم هو الغياب ديال الشابه رجاء. كنتمنوا ان كل ما اللي شافها يحاول يتواصل بالعائله ديالها. 0689 22 مشكورين. 72 26 مشكورين بزاف. الله يرحم الوالدين. الا ما شوفوا بحال هاد الوالد الناس هادو راهم محنين. الاب ديالها والام ديالها كلهم سكريين وعندهم بزاف ديال الامراض اللي كطيحهم. امها راه حنا ديناها غا والبارح غا للسبيطار باش داويناها عجبناها. الله يرحم الوالدين الا ما تشوفوا من حالهم. عتقونا الله يستر عليكم. واضح لالا، واضح. اذا كنتمنى من المشاهدين انكم تبارطاجيو هذا اللايف، ما تبخلوش على هاد العائله مسكينه لان محتاجه تلقى بنيتها. رجاء اللي شاف رجاء يحاول يتعاون مع العائله ديالو. بارطاجيو، الله يجازيكم بخير، ولقاكم متتبعينا في بث مباشر اخر. الى اللقاء.